السلام عليكم والشيخ بيعق، انا شفت في هذا اللايف المباشر من مدينه سلا بالضبط العيايده. حنا جينا نسولوا الناس على المنطقه كيف كانت كيف ولات التدخلات الامنيه اللي كانت يعني لهم تحيه كبيره. الناس كيشكروا يعني الامن الوطني بعد التدخلات اللي كيديروا، والدنيا يعني كانت من بعد ما كانت هاد العياده كانت منطقه يعني بؤره سوداء، ولات منطقه يعني مزيانه، ولاو الناس كيخرجوا وما بقاش كيتعرضوا للمضايقات. خلوك معنا باش نشوفوا هاد الريبورتاج. السلام عليكم. كتخص هاد المنطقه هادي، خصوصا هاد المنطقه كي كانت يعني قبل، شنو نقول لك، كانت المنطقه شويه كيف كيقولوا فيها مشاكل بزاف، تخربيق ديال الدراري اللي مبليين، هادشي ديال الخشباج، هادشي ديال يعني شحال من حاجه يعني كانوا فيها خايبين والناس كتهرب منها، ولكن يعني مع الوقت بدات تخدم يعني بتدخلات الأمنية يعني ب. تدخلات الأمنية شيء عناصر هنايا تخدم بواحد يعني بواحد الجدية يعني. هما تحملوا مسؤوليتهم وخدمة ديالهم يعني كتكون جيد، يعني في نفس الوقت كيخدموا راسهم وكيكونوا صافي، يعني مكيخلوش تحس بشي حاجة ماشي ما دخل بيه. شكرا أستاذ، شكرا. كما كتلاحظوا غنسولوا الناس يعني على هذه المنطقة، يعني نسولوا الناس على المنطقة. بالنسبه للمنطقه، حيت المنطقه كانت شويه يعني بغينا نعرفوا المنطقه كي ولات يعني التدخلات الامنيه. التدخلات الامنيه الحمد لله كل شيء مزيان، اللهم لك الحمد، قايمين بالواجبات ديالهم الحمد لله والشكر لله، وحنا جالسين في دورنا اللهم لك الحمد، الا خرجنا تسخرنا اللهم لك الحمد والشكر لله. انت مساكنه ديال العياده؟ اه. يعني العياده كي كانت قبل وكي ولات دابا، يعني قبل كي كانت دابا هاد المنطقه كانت شويه خايبه من بعد تدخلات الامنيه، شي ديال الامن ولا كلشي مزيان الحمد لله اللهم لك. يعني وليتو كتخرجوا يعني على خاطركم مزيان، كتسخروا وما كاينش الكريساج، ما كاينش لا ما كاين حتى حاجه اللهم لك الحمد، كلشي مزيان كنخرجوا نسخروا، ما كاينش اللي كيدوي معانا، ما كنتش كنتكلم معاك اصلا، كلشي بدارو الا خرجت تسخر كان واحد شاد الاحتياط ديالو. يعني تحيه لرجال الامن. تحيه لرجال الامن والاطباء اللي قايمين بهذا الواجب ديالهم، تما مع الناس اللي مرادين اللهم لك الحمد، وتحيه للامن الوطني بزاف بزاف بزاف، والله ينصر سيدنا. شكرا شكرا. السلام عليكم. انا بغيت نسولك على هذه المنطقه كي كانت وكيف ولات. هو الحمد لله، المهم الناس راهم قايمين بالواجب من ناحيه الامن، يعني 18 كيدوزوا الدوريات باش كيراقبوا واش الناس خارجين ولا لا، الحوانت كيسدوا في الوقت، زعما الحمد لله الناس محترمين مسافات الامان، ما كيخرجوش.
اللي فين؟ منطقة العيادة. منطقة بعيدة؟ لا هذه المنطقة. منطقة العيادة. شنو المنطقة؟ شنو تقول؟ منطقة العيادة، واش غادي نقول لك؟ أنا يلا سكنت فيها أول مرة، يعني ما عنديش على شي معلومات كثيرة. ولكن مزيانة. الحمد لله مزيانة، حتى عمرنا ما شفنا شي حاجة خايبة ولا شي حاجة اللي خارجة على المألوف. الحمد لله. حاجة. الناس ملتزمين، الناس ملتزمين. الحمد لله الحمد لله. ومن ناحية التدخلات الأمنية مزيان في المسجد؟ لا لا، المهم قائم الواجب زعما، الله يكون معاهم والله يسهل عليهم. شكرا. والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. شكرا. لا ما كنتش نشوف الفيديو، ممكن نعاود نشوفها. خلينا نديرو واحد الطو واحد الجولة في هاد المنطقة هادي، ونسولو الساكنة ديال العيادة. كيف التدخلات الأمنية يعني ولات هاد المنطقة يعني مزيانة، مفيهاش الكريساج، الناس واخدين راحتهم. السلام عليكم. نسولك اخويا على هاد المنطقة العيادة. ايه مرحبا. يعني جديدة هنايا، ما شوف الدري الاخر. اخويا انت قديم ولا؟ لا والله. مرحبا. نسولك على هاد المنطقة هادي. نعم اخويا. نسولك على المنطقة ونسولك على المجهودات الأمنية. الأمنية راه الحمد لله موجودة، كلشي موجود الحمد لله هاد الساعة هذه. هاد المنطقة ولات مزيانة، هاد المنطقة العيادة. نقية ولات نقية هاد الساعة الحمد لله، ولات بنادية خير دابا الحمد لله. أنت شنو كنت أنت حارس؟ حارس. يعني كي كانت هاد المنطقة قبل وكيف ولات؟ دابا مزيان الحمد لله، كانت عيانة في الأول. الحمد لله. ماشي مشكل. راك سمعتي؟ كانت الحمد لله في الصالة القديرة دابا مزيانة. يعني التدخلات كي دايرة هنايا؟ التدخلات الأمنية كي دايرة؟ شكون؟ التدخلات الأمنية. التدخلات الأمنية بخير في الدار الجاية. في هذه المنطقة، شنو هذه المنطقة تيقولوا لها؟ الدوحة. شكرا شكرا شكرا. نسولو واحد ناخذ عنده واحد التصريح وصافي. فوزي تعال شوف تيفي اجي. نسولوك على هاد المنطقة كي ولات وكي أستاذ. فوزي بغينا نسولوك على المنطقة كي داير. يعني المنطقة يعني كي كانت وكي ولات من قبل؟ مزيان اخويا، هاد الساعة راه مزيان، ما خاص حتى شي حاجة اخويا. التدخلات الأمنية هي كلشي بخير وعلى خير اخي، كلشي مزيان. يعني كيفاش كتحسوا؟ ها؟ كيفاش كتحسوا يعني في هذه المنطقة كاينة مأمنة؟ مأمنة الحمد لله، كلشي بخير وعلى خير. ما كاين لا مشاكل لا صداع لا حتى شي حاجة الحمد لله. الحمد لله، شكرا. الله يبارك. سي فوزي. خويا. سي فوزي سولك خويا على البارتي كي داير. ولد حسين كما ما مش مبالي. لا ماشي مشكل. ماشي مشكل. حتى تسالي بلاتي. ما تبينليش لا. خي فوزي نهضرو على هذه المنطقة كي كانت وكي ولات. بطبيعة الحال هاد المنطقة كانت مهجورة في شحال هادي، دابا ولات بخير الحمد لله، ما كاين لا مشاكل صداع لا والو، إقامة مزيانة مرتاحة، الناس بخير مرتاحين. يعني تدخلات الأمنية مزيانة الحمد لله. بطبيعة الحال حنا ما عندناش المشاكل كاع، حنا الكارتي ديالنا قاموا بواحد المجهود اللي هو يعني بطبيعة الحال هما كيقوموا بمجهود جبار، كيتشكروا عليه بهاد المناسبة، وكنشكروا جميع السلطات المحلية اللي كتقوم بالواجب ديالها في إطار الوباء الكارثي اللي صاب هاد الأمة البشرية، وكنطلبوا الله الشفاء العاجل لجميع المسلمين. هادشي اللي كاين. شكرا تبارك الله عليك سي فوزي. تبارك الله عليك. كما كتلاحظوا سكينة العيادة
ساكنه العايده كيقوموا بواحد تحيه واجلال الامن الوطني بخصوص هذه المنطقه اللي كانت من البؤر اللي يعني وكما كتشوفوا الناس يعني فرحانين ما عندهم حتى شي مشكل يعني كيشكروا السلطه تيشكروا الامن الوطني والسلطه المحليه وعيسى الاطباء وكاع الناس اللي واقفين في هذه الوقفه وكنحمد الله وكنشكروه.